الحسابات بدليل أن السنغال التي كانت ربما المرشحة الأولى للتأهل تخرج من الدور الأول بعد خسارتها أمام منتخب الجزائري وبعد فوز غانا أمام جنوب إفريقيا. وبالتالي كما قلت أنت وديع فعلا التشاؤم كان كبيرا، لهذا هذا التشاؤم ربما هو الذي يشرح أو يترجم تترجمه الفرح الآن في شوارع العاصمة الجزائرية وفي شوارع كل المدن التي خرج فيها أنصار الخضر يحتفلون بهذا الانتصار في انتظار الدور الربع النهائي الذي لن يكون سهلا. وأشبال غوركوف الآن مطالبون بأن يكونوا في المستوى مستوى الفريق الذي هم هنا بها من أجل الفوز لما لا مرة ثانية في تاريخ الخضر بالتاج الإفريقي. تماما، المرة الأولى حينها المنتخب الجزائري كانت توج عام 1990 اللقب الإفريقي، وفي المباراة السنغال ينضم إلينا الآن موفد فرانس ماركاتر إلى هناك. عثمان مساء النور عثمان، تكلمنا مع كمال زيد قبل لحظات عن الفرحة في شوارع الجزائر والمدن الجزائرية عامة. ربما أداء المنتخب الجزائري الذي كان متواضعا في أول مبارتين تغير وتحسن وتطور، ربما الأرضية أيضا الأرضية التي هي كانت أفضل لعبت دور مهم. والنتيجة التأهل إلى دور الربع النهائي، وهي بمجرد أن تحسن مردود المنتخب الجزائري النتيجة كانت الفوز والتأهل إلى الدور الربع النهائي لأول مرة منذ 2010. مساعد المدرب كريستيان غوركوف يزيد منصوري عن حلم يريد أن يعيشه الجزائريون مرة أخرى، حلم 2010، وقال نريد أن نكرر 2010 ولكن هذه المرة أحسن. 2010 نذكر يريد اللعب النهائي. تحدثت أيضا مع طاقم الطائرة التي أقلت المنتخب الجزائري من الجزائر إلى هنا، قال لي لو سوف لن أحرك الطائرة، محرك الطائرة لن يتحرك إلا يوم من شهر فبراير القادم. وديع بخصوص ياسين إبراهيمي الذي خرج مصابا، أطمئن أنصار وعشاق مهمة غير أن إصابته غير خطيرة، سيتمكن إذا من خوض المباراة التالية أمام لا نعرف بعد هوية كما ذكرنا المنتخب الذي سيواجهه سواء الكاميرون أو كوت ديفوار أو مالي. منتخب مالي المنتخب الذي سينهي طبعا في صدارة المجموعة. مسألة أخرى ربما أيضا عربية. كلمة بسرعة بالنسبة لمكان إقامة المباراة التالية بالنسبة للجزائريين، سيبقون في ملبو إذن كان يلعب هذا اللقاء في مدينة مالابو فوق أرضية الميدان التي أنا أشاهدها الآن. أرضية الميدان صالحة، أرضية الميدان يعني تسمح للاعب مثل ياسين إبراهيمي مثل سفيان الثغولي بالتحكم في الكرة جميل. يعني في هذه الدورة في كأس أمم إفريقيا التي غاب عن ربع نهائها منذ 2010 وديع. تماما، ألف شكر لك عثمان طيبي، كان معنا إذن من ملبو في غينيا الاستوائية حيث تأهل المنتخب الجزائري حكيم إلى شكراً. دور ربع النهائي، ونذكر بأن التونسيين أيضا كانوا بلغوا نفس الدور ربع النهائي سيواجهون المنتخب المضيف غينيا الاستوائية. نعم، كل الشكر جزيل لك وديع فعاني على هذه الجولة الرياضية.